صباح الخير، يا رب هيك هذا الأسبوع يكون حلو ولطيف. أشوف وحار. هو حار. الأسبوع الماضي كان أسبوع اختبارات، الأسبوع هذا شوي حيكون أروع إن شاء الله. خلصنا تسريحتنا، باي. سلام على الاختصاص. بفتح فتحة هون في النص بشقلب الشعر لجوا. وبدخله هيك من هون. ماما هاي نفس التسريحة تبعت يوم الخميس. لا يوم الخميس بس ربطت شعرك عادي. بس بس واحدة كانت بدها تشوفها. طيب ما هذيك كانت، ما كانت تسريحة هذيك، بس كانت ربطة شعر عادية. هاد تويست تقريبا. اه هلا بفرجيك اياها. باي باي. ما حطت مرطب. طيب بدي اياكم هيك تصيروا لما تكتبوا اليوم، انه يوم الاحد او يوم الاثنين، تكتبوا جنبه هيك سؤال خفيف لطيف هيك نجاوبه احنا بنعمل شعرات. اوكي ما بتحبني اكثر منكم. بحبك انا كثير يا سول، وبحبهم كمان. غيراني منهم يعني؟ غيراني منهم انت؟ ليش غيراني منهم؟ لا مين ضربك؟ ليش تضربوا السولي؟ ما حدا يقرب عليها. لما نعمل من قدام تويست ننزل غرة طويلة هيك. الغرة هذيك ما عندنا بستايب. امسكي هاي، حطيت بنسي هون، وهلا بدي اربط شعري هبستان. طلع اضبطهم يا حبيبتي. لسه الجهة هاي. يلا يلا بقلنا شوي. واي عندي هننزل بس وحدة هيك. ما هننزل نحن. مسكيها لا مسكيها مسكيها مش عضيها. خال تخدي بنسى. حاضر يلا. شكرا يا حبيبتي يا بنت صغيرة. ليش ليش انت بتعضيها بابا؟ بفتحها ماما عشان اعرف ادخلها. ايه بفتح البنسة بأسناني عشان أعرف أدخلها جوا. وما شوفي إذا ما بدي أقرب بحطها هون. أوكي. عادي عادي عادي. الستة عالي عادي. ستة ستة يا ستة. ستة عادي عادي. إيش أحط لك وكل ولا خلاص هيك كفي؟ بوكل. باي. صباح الخير. ايش احلى، حياة المدرسة ولا حياة الروضة؟ مدرسة. تحب المدرسة اكتر؟ ليش؟ الروضة الروضة لازم بعد استنى واستنى واستنى انه بابا يجي بعض بعض من الاحيان عايز بس العب صلصال هيك كان ممتع. الروضة جد بس 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 بابا كان يتأخر علي حبيبتي، فانا ما عجبتني الروضة. بدأت حياتي المدرسة كانت حلوة.
أما كانت تأخر علي دايما. قسمت الشعر من النص وراح أعمل جدولة صغيرة هون. شوفوا هلا عملنا جدولة هون، راح نرجع نعمل جدولة تحت. تمام، في هيك صار ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة. راح نعمل جدولة. يلا بس يلا دقيقة بس دقيقة. الله هيك أحسن من شوي. بس نفس الطريقة بالجهة التانية بالضبط. في التسريحة اللي عملتوا لي عليها منشن كانت حاطة هون البنت هيك شرايط صغيرة، بس أنا ما عندي، بس بيطلع شكلها كتير أحلى إذا حطيت شرايط. واحدة شرايط كان عندي أنا. رح أحط شوية فخاخ هيك من ورا، ومشط بالمشط العريض عشان يكون شكله أرتب. نعمل هلا الجهة بنفس الطريقة، جدولة صغيرة وجدولة كبيرة. العمل دي بوست التسريحة عشان تقدروا تشوفوها على التيك توك. خذوا فلوس. كلهم كانوا بدهم يتركضوا. شوي صاروا بطايلهم هلا هذي. خلصنا بس نحط وردات بدل المسرحة الشرعي. ما خلينا. كيف دورت عليه؟ هون ثلاثة وهون كم؟ ثلاثة برضو. ايش بتحبي اكثر، المدرسة ولا الروضة؟ المدرسة. جد؟ حبيتيها اكثر من الروضة؟ ليش طيب؟ قولي. لانه عندي فريند والمس الطف من المس. مس كثير لطيفة؟ الحمد لله. يعني هلا انت مرتاحة في المدرسة؟ مرتاحة؟ بتحبي مدرستك؟ مرتاح لمدرستي كتير. حط لك نجوم هيك ملونين. باي. تسريحاتنا الفترة هاي مفيدة للي بده يخبي غرته. امبارح كان في اجتماع امهات في مدرسة ألما، رحت طبعا عشان اسأل عنها. شطورة ومؤدبة ومتعاونة بالصف. بس إنه عجولة. عجولة. تخلص كل إشي أول بأول. بس الحمد لله كل المعلمات مدحوا فيها وبأخلاقها. وأي واحدة زعلانة بتدور بالمعلمة. كلها ايش في ليش قاعدة تعيطي؟ حطيت هيك ثلاث مطاطات وبعدين باقي الشعر رح اربطه لورا. يلا يا اسيل. يلا يا أسيل. حاطة برق أحممها اليوم. رح أستخدم لها جل. في عندي أكثر من نوع جل، عندي هاد الجل وعندي هاد وعندي هاد. بستخدم هاد. إيش الحلم يا أسيل اللي حلمتي؟ قولي لهم. سيمبا. سيمبا؟ ايش حلمت بسيمبا؟ براحوا هم فوق على في مكان عالي عملوا راحوا نروحوا نام راحوا يشوفوا من الاسد، بس خلى صغيره هناك وعلى بيتهم. وبعدين كان في وحش اجى سيمبا انقذه وهيك كتير اشياء. وسبب كان حلو الحلم ولا كان مزعج؟ مزعج. حلو. استخدم الجل. كاكا كاكا. لا انت قلتي ربطه. كاكا ماما. هلا بظبطها وتصير مش كاكا. انت بدك اياها تكون ربطه لتحت؟ مش ربطة لفوق.
هيك هاي طلعت. شوفي انا حاطه كده نجوم قلب و لبعض. شوفي ستو 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 تبع الهذول لا لا شكله بس اللي انا بلبسه. ما تضيعين. طيب قالت اوكي بس ما تضيعين انتبهي. اذا زهقتي منه او تعبتي من الطوق شو اسمه؟ احطه بالشنطة. يلا كلها باي. باي. ما تنسوا لايك وشير وسبسكرايب. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي. باي.